السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في أكبر حدث للجوالات MWC 2024. اليوم راح ندخل في كل منتج ونتكلم عنه بالشكل المفصل، فخليكم معنا، يلا نبدأ. يا أهلا وسهلا، من جناح لينوفو نتكلم عن جديدهم في عالم اللابتوبات. طبعا من فينا ما يعرف سلسلة الثينكباد؟ الشاهد في الكلام انه عندنا الجيل الخامس من التي 14، هذا هو تشوفونه قدامكم، هذا هو اللابتوب، ممتاز صح؟ وهنا التي 14 اس، حلو شايفينه ممتاز. الان يجي واحد يقول مثلا ايش الفرق ما بين الاثنين، لازم اعرف ايش الفرق عشان اقرر. طيب اوريك حاجه قبل ما اقول لك التفاصيل، شايف شعار اي فيكسيت اللي هناك؟ شايفه ممتاز. السالفه ما فيها ان التي 14 نفس مواصفات التي 14 اس، اللي يفرق انه مع التي 14 تقدر تحدث فيه انت بنفسك رامات والساعات، تقدر تسوي شركات ايه، لكن هنا لا، عمليه تحديث الجهاز بخيارات اكثر، يعني ممكن اغير البطاريه، ممكن اغير الكيبورد لو كان في مشكله او في شيء نسخه افضل منه، فاقدر انا احدثه بدون ما يلغي الضمان، بدون اي تدخل ولا حتى اي مشاكل، وهنا ميزه التي 14. لكن التي 14 اس على سبيل المثال لا، انسيابية وأجمل في التصميم من التي 14، بسبب أنه هذه الإمكانيات اللي ذكرتها لك ما تقدر أنت تسويها، فيتدخل آي فيكسد يسوي لك هذه الأشياء بدون أي مشاكل. عمليا أو تصميم، هنا أنت تحدد. سلام. وهذا أول نظرة على لابتوب لينوفو، أول لابتوب شاشة شفافة. هذه الشاشة تدعم المايكرو أوليد، فيها تعطي مستوى عالي جدا من ناحية النتس، يصل إلى 1000 نتس. طبعا لازال كونسبت، لازال اختباري، لازال في مراحل الأولية، وما في معلومات إذا بيصدر ولا لا. لكن أحد الأفكار اللي معرضينها في هذه الشاشة الشفافة، إنه مثلا لو كنت عند الدكتور ويعرض المعلومات الخاصة فيه ويشوف ملفك الخاص فيك، يقدر يعرض لك المعلومات من الجهة الثانية بدون ما يحتاج انه يلف اللابتوب او انك تشوف الجهة الثانية منه. هذه احدى الافكار اللي ممكن تستخدمها مع هذا الجهاز. فالجهاز جميل جدا صراحة. خلينا نشوف الجهة الثانية بس. الثيك بوك تميل الى بشكل كبير جدا الى فئة العمال، لكنه الى التصميم العصري. الناس اللي تبغى فئة العمال لكن تصميم اجمل، هذه الثقة يعني قد يكون من الخيارات الجميلة جدا انه ممكن ده. طبعا هذا الاكسترنال مونيتور الثيك فيجن برضه جميل، لكن هذا صراحة جميل، جميل جدا، جميل. اوكي I will explain it in Arabic so to the viewers they can. So هذه منصة متكاملة. فكرة المنصة هذه انه تحول الثينك فون الى امكانية تحويله نظام ويندوز. كل خدمات ويندوز اللي ممكن تشوفها ممكن توصل لها وتستخدمها من جوالك جاية عن خلال الكلاود بي سي، توصل إلى هنا وتعاملها كمعاملة كمبيوتر، لدرجة إنه حتى الاكسسوارز اللي هي الكيبورد والماوس ممكن تقترنها بشكل مباشر إلى الهاتف المحمول. فأنت بالتالي أنت عندك هاتف ممكن تحول إلى منصة أعمال وتكمل أعمالك من جوالك إلى المكتب الخاص فيك أنت، بدون ما تأخذ لا بي سي ولا كمبيوتر ولا هذا، بس سجل بحسابك الخاص بمايكروسوفت على الجوال وانتهى الموضوع. هذا الجهاز، هذه منصة تقدر تسوي فيها أكثر من شغلة. ممكن أمرر في المونيتر اللي وريتكم إياه قبل شوي، أو أنا مثلا أوصل بشاشة التلفاز، أحول منصة جيمينج، مكالمات فيديو، أنقل بشكل لاسلكي. مثلا لو عندي شاشة التلفاز أنقل بشكل لاسلكي المحتوى الموجود هنا على شاشة التلفاز، أربطه بمنصة الويندوز 365، برضو هذا الخيار متاح. إن شاء الله جهاز جميل جدا. وآخر نقطة، أنا مثلا لو عندي المايكروسوفت تيم مثلا مكالمة أو اجتماع، ما أبغى أستخدم الكاميرا الموجودة، ما عندي كاميرا، أو خلينا نقول هذه الكاميرا سيئة، أو ما عندي أنا كاميرا ويب كام أبغى أسوي أطلع وجهي قدام في الاجتماع، أقدر أحول هذا الشيء الجوال إلى ويب كام، ضغطة زر وأنتهى الموضوع، ما أسوي شيء ثاني. طيب احنا الحين خلصنا، اتمنى ان شاء الله استمتعتوا بالمنتجات واللي استعراضات هذه البسيطه، كانت منتجات بسيطه في تفاصيل جدا كثيره غطيناها، لكن
يعني كان حلو والله، كان حلو اللابتوب، كان همي اشوف اللابتوب ابو الشاشه ده، فشفته اوكي تمام. انتوا ايش رايكم؟ وش اكثر شيء عجبكم؟ اعطونا رايكم بخانه التعليقات. سلام.